أيام ما بعد هجوم الشيخ زويد في شمال سيناء هي باختصار ما تعيشه مصر الآن حكومة وقوى سياسية وشعبا. الرئيس المصري وجه من خلال الجيش ومن المكان عينه رسالة ارتدت ثوب الحسم وأشادت بالإنجاز العسكري رغم ما أحاط به من تشكيك إعلامي رفضته الأوساط المصرية. زيارة الرئيس المصري لسيناء تضمنت بنظر مراقبين عدة رسائل غير مباشرة للعديد من الأطراف الداخلية والخارجية لم يسمها. ممكن تكون دي تجربة أو البلد كده بروفة لعمليات أشمل تالية بعد كده، خاصة أنهم لم يفرغوا ما في جعبتهم بعد. ومش عايز أكون متشائم، لا أنا متفائل. المصريون يرون أن وقت الحسم قد حان وأن الرسائل يجب أن تتجاوز الخطاب إلى فعل على الأرض يحافظ على أمن البلاد، وهم بذلك يشدون على يد الرئيس ومن خلفه الجيش والأمن. زيارة مهمة جدا طبعا، رفع الروح المعنوية للجنود هناك طبعا كان لها أثر إيجابي جدا. هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، أي رئيس جه على مدار مصر كلها هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. الزيارة دي بتديهم حماس، بتديهم إن هم طبعا يبذلوا أقصى جهد عندهم في سبيل إن هم طبعا يقضوا على الإرهاب اللي في سيناء. الهجوم الفاشل على مدينة الشيخ زويد واختيار النائب العام في القاهرة قبل أيام يؤشران إلى التداخل بين المجموعات المسلحة التي تدعم وتناصر جماعة الإخوان والتي يقولون إنها حاولت تعكير صف الاحتفالات بذكرى 30 من يونيو. الموجة الأمنية بتقضي على الجزء الظاهر في الموضوع، بعد كده لابد أن تكون مواجهة شاملة بمعنى فكرية تصلح الانحراف الفكري، ومن هنا الرئيس السيسي اتكلم عشرات المرات على إصلاح الخطاب الديني. المواجهة اجتماعية واقتصادية وثقافية. زيادة وتيرة حوادث العنف واتساع نطاقها لم يثني الحكومة المصرية عن اتخاذ عدة إجراءات، من بينها إصدار قانون لمكافحة الإرهاب وتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية. المواجهات الأمنية للإرهاب ركيزة هامة تنطلق منها محاولات القضاء على هذه الظاهرة، ولكن المتابعين يؤكدون على ضرورة أن تكون استراتيجية المواجهة شاملة لخطط عديدة لإزالة الأسباب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تسهم في نشر الفكر المتطرف. محمد صلاح الزهار، سكاي نيوز عربية، القاهرة.